ثانية واحدة يا فندم. 30,000 جنيه ايجيبت اير؟ كفاية بقى يا هاي كفاية. حاجة تانية يا أستاذ خليفة؟ لا تمام كده سعادتك. امضي يا كاظم بيه. كفاية بقى يا هاي كفاية. امضي يا كاظم بيه. ها؟ ها؟ اوكي. سقطتها خلاص وارتحت؟ ماشي. كلها سنتين تلاتة واطلع لك. سنتين تلاتة؟ لا لا يا سعادة الباشا، أنا عايز أموت موتة طبيعية وسط أهلي وناسي والمجتمع والناس. في إيه يا مستر هيثم؟ دول بيعدوا هوا كده. ما عندك ستش اهو خارجه داخله ولا احنا حاسين بيها خالص. ايه؟ ادخل. مساء الخيل. اهو تعال تعال يا استاذ سلامه، قول قول له النبي. سلامه سميل المحامي، ودي الاوراق اللي تثبت ملكيه السيده بثينه فتوح للارض اللي اتمسكت فيها. شفت يا باشا، انا قلت لك حد يسرق ملكه برضك يا باشا. الحمد لله على السلامة يا أستاذ سلامة. الله يسلمك، معايا ما تحتليش وما تفكليش، أنا شعالي البلاغة لأي بليء لو كان بليء بليء فعلا. زميلتك أنت فهمت أنت قلت إيه؟ يعني دلوقتي أما أنا نفسي أبقى مش فاهمة المحامي بتاعي، الناس تفهمه إزاي يعني؟ أنا راجل أفعال لا أقوال. إيه ده يا أستاذ خليفة؟ ده الأرض بتاعتها فعلا. ها؟ آه ما هي ورثاها فعلا، ورثاها فعلا. آه طب والمحضر اللي بنعمله لك ده؟ لا ملوش لازمة بقى سعادتك. نلغي المحضر، نستأذن احنا. اتفضل يا كاظم بيه. مع السلامة. 40,000 جنيه مطار لبنان؟ لو سمحت يا باشا انا عايز اعمل محضر. اؤمر. الفيزا بتاعتي اتسرقت. فيزا فيزا. انست شكرا يا استاذ سلام. تعالى معانا مستر هيثم اوصلك في طريق. ابعدي عني، طريق غير طريق. حق علينا، كنت عاوزه مصلحتك. مصلحتك انت عايز ايه؟ تعالى بدل ما تنط بوكس تاني. لا بقول لك ايه، ابعدي عني. تعالى مش هاخد منك فلوس يا عم، سيبه بقى. الحمد لله على السلامه الكفاره فيزا. بقى كده انشطه بتسيبني وتخلع؟ اخلع منك فين يا بنت الناس؟ انا رحت اجيب الاستاذ سلامه المحامي عشان تخرج بالسلامه من الاسم، ولا عايزه تعيشي جوه؟ ماشي حسبنا في البيت. بيت بقى كده بيسا؟ تسلميني تسليم اهالي وتقولي للظابط القرع اللي هناك ده معانا. هو انا كدبت؟ ما انت اقرع. قولي يا استاذ سليم. موليني انا كده بقى ورقي سليم والارض تعتبر بتاعتي صح؟ صح طبعا. يعني اعمل فيها اللي انا عاوزاه؟ اللي انت عاوزاه. ماشي مية مية، يلا بينا.